الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه أمسية ثقافية من أمسيات البيت الحمصي، خير ما نبتدئها آيات من الذكر الحكيم، يتلوها الدكتور محمد عامر السباعي، فليتفضل. تسمعونني؟ يصل صوتي؟ ألو، هل يصل صوتي؟ تفضل محمد عامر. نعم مسموع سيدي. هل يصل صوتي؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج الذي عرج به إلى السماوات العلى ووصل سدرة المنتهى حيث لم يصل إليها مخلوق، لا ملك كريم ولا نبي مرسل. هذا النبي الكريم اطلع في رحلته على عوالم ومخلوقات لا يعلمها إلا الله، مجرات وأفلاك، نجوم وشموس، كواكب ونيازك، ورأى من المخلوقات والعوالم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا وقال ربنا عز وجل في كتابه العزيز
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال أيضا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ثم قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هبط سيدنا آدم عليه السلام في أرض جزيرة العرب، وبنيت الحضارات الأولى هناك، واحتاج بنو البشر إلى التنقل والمسير في التجارات، فكان لابد لهم من علامات يهتدون بها ليستدلوا على طريقهم. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وذكر سبحانه بأنه هو رب هذا الكون بأفلاكه ونجومه، قال عز وجل وأنه هو رب الشعرى. فكانوا في النهار يمشون بعلامات وفي الليل بدلالات النجوم، فاحتاجوا إلى تسمية هذه العلامات وهذه النجوم، ومن سبق البشرية بالحضارة هو من سمى هذه العلامات وهذه الأفلاك والبروج، فصارت قبة السماء مزينة بأحرف العربية بما سبقت به الحضارات الأخرى، حيث قال قائلهم ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ومهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور ونجوم تزهر وبحار تزخر إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. ومن هذه العبر محاضرة اليوم، قبة السماء تتكلم العربية مع ضيفنا العزيز الأستاذ هاني ضليع، وهو غني عن التعريف ولكن لا بد من كلمات تعريف، وهو أهل لذلك، يحمل شهادة الماجستير في الفيزياء الفلكية، عضو مشارك بالاتحاد الفلكي الدولي، عضو مؤسس في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وفي الجمعية الفلكية الأردنية، عضو الجمعية الأردنية للإعجاز في القرآن والسنة، والجمعية الأردنية لتاريخ العلوم، متخصص في النجوم العربية وأصول تسميتها، مسؤول برنامج التوعية الفلكية ومسابقة أولمبياد علم الفلك في دولة قطر. فإلى محاضرنا الكريم ومحاضرته المتميزة فليتفضل مشكورا غير مأمون. جزاك الله خيرا دكتور عبد الله أبا عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه المحاضرة أتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا وأساتذتنا في البيت الحمصي على هذه الدعوة الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا المنتدى منتدى خير وعلم وحكمة ودين وأجر وثواب، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا في سبيله ومن أجل العلم وتحصيل المعرفة والحسنات. أيضا اخترت هذا العنوان أيها الإخوة الكرام تكريما لأستاذي الدكتور عبد القادر عابد، أنا أضع الآن صورته، فقد غادر هذه الدنيا قبل نحو من 3 أشهر رحمه الله تعالى. كان أستاذا في علم الجيولوجيا في الجامعة الأردنية، وكان هاويا فلكيا مخضرما أحب أن أعرف به، لأنه رجل من رجالات الوطن العربي والأردن خاصة في علم الفلك. كان هاويا شغوفا، له مجموعة كتب آخرها الذي لم يره مطبوعا كان قبة السماء تتكلم العربية. كان يعني مهتما كثيرا بعلم الفلك، حتى أنه كان يدرس منهج علم الفلك في قسم الجيولوجيا، والوحيد الذي درسه في تلك الجامعة باستمرار على مدى سنوات طويلة رحمه الله. كان مهتما جدا بقضية أوقات الصلوات، وكان عضوا في لجنة تحديد الأهلة وبدايات الشهور القمرية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية،
وله كتابات كثيرة، وهو رجل مطلع ويعرف جيولوجيا الأردن بشكل محترف. أسأل الله عز وجل أن يجعل علمه هذا في ميزان حسناته، وأن يجعلنا من أبنائه الذين لا ينقطع عمله بهم إن شاء الله عز وجل. هذا بعض وفاء أقدمه لهذا الرجل العظيم أستاذي الدكتور عبد القادر عابد. ومن كتابه الذي نشره مجمع اللغة العربية الأردني قبل شهرين، ووزع قبل نحو شهر من الآن، أقتطف جزءا أو الجزء الأهم من محاضرتي، ثم أكمل على كتابه الجزء الذي لم يكمله، وهو قصص النجوم. يعني هو تكلم عن أصول هذه النجوم، لكنه للأسف الكتاب كان بحاجة إلى جزء آخر، وهو قصص النجوم وأصول يعني هذه القصص، وكيف تم يعني أخذ الأسماء وعلاقتها بتلك القصص. على بركة الله أبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهناك آيات كثيرة تدل على النجوم التي في السماء، وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أطرح تلك الأسئلة في بداية محاضرتي، هي ذات الأسئلة التي طرحها أستاذي الدكتور عبد القادر عابد في كتابه، وأنا أرى أننا في نهاية المحاضرة أتمنى أن أكون قد أجبنا على هذه الأسئلة أو على معظمها. هل في السماء نجوم تحمل الاسم العربي، وكم عددها؟ هل اختص العرب الأقدمون بأسماء النجوم والكوكبات النجمية؟ هل أسماء النجوم العربية في وقتنا الحاضر هي نفس الأسماء العربية القديمة؟ وكيف تطورت الأسماء للنجوم العربية عبر التاريخ، وكيف جرى تحريف بعضها؟ ولماذا صمدت الأسماء العربية للنجوم، طبعا من دون أكثر نجوم الأمم الأخرى، فبقيت في الأطالس الأوروبية والعالمية على الرغم من تقديم أو تقدمهم، يعني تقدم الغرب العلمي الواضح في هذا الزمان؟ وما مصير أسماء النجوم العربية، وما مصدر تسميات النجوم فيها في السماء؟ ثم أضيف على تلك الأسئلة سؤال: ما هي أشهر القصص العربية لنجوم السماء؟ وهذا ما سأتطرق إليه بسرعة إن شاء الله عز وجل ضمن وقت محاضرتنا. لو نظرنا إلى هذه الصور سنرى نجوما أو كوكبات. الكوكبة هي تلك المجموعة من النجوم التي تخيل القدماء لها شكلا، والأشكال التي تخيلها القدماء بحسب يعني حضارتهم وثقافتهم والأدوات التي استخدموها، فهذا برج العقرب، وهذا برج الجوزاء أو الجبار، وهذه بنات نعش أو ما يعرف بالمحراث أو المقلاة، وأسماء أخرى كثيرة. كل أمة تخيلت سماء خاصة بها. لو نظرنا إلى هذه السماء أو هذه النجوم، أنا طمست بعض الأسماء كي تبقى فقط النجوم، فما الأشكال التي يمكن أن ترسمها أنت كناظر إلى السماء من هذه النجوم؟ وهل يمكن أن تستعملها أو تستعمل للاهتداء أو تستعملها للاهتداء بها؟ يعني إذا نظرت إلى السماء، في الحقيقة نحن مغيبون عن السماء لأننا نعيش في المدينة. ولو كنا نعيش في الصحراء في البادية أو حصل لنا أن قمنا بالمبيت في تلك البوادي ليلة أو ليلتين أو أكثر من ذلك، لا بدأت يعني علاقتنا بالسماء تتقوى. وأنا أدعو من هذا المنبر جميع الإخوة هواة الفلك وهواة العلم والمهتمين، وخصوصا أهل الشرع والفقه والدين، أن يذهبوا إلى تلك الأماكن، أن يخرجوا خارج المدينة كي يتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه القصة ليس فقط العلم لا يؤخذ من الكتب، ومن كان كتابه ومن كان أستاذه كتابه فقد كثر خطأه. طبعا أنا أقصد الذين يعتمدون فقط على الكتب في علم الفلك وفي غير علم الفلك. هناك تلقي مباشر من السماء، تحتاج إلى أن تخرج إلى السماء وتنظر لتتعلم، لترى، لتسمع
وإذا جلست مع أهل البادية سيخبرونك قصصهم، وكل أهل بادية تختلف قصصهم عن بوادي الأخرى، وأهل القرى تختلف قصصهم وهكذا. فالقصص كثيرة، لكن الذي وصلنا هو الذي دونته هذه الكتب. مهما تخيلنا، كل إنسان يمكن أن يتخيل شكلا، لكن بعض القدماء تخيلوا أشكالا خاصة الإغريق، فتخيلوا ثورا ورجلا صيادا يهجم على الثور، ووحيد قرن وأرنب وتوأمين وسمكة وقيطس وحمل وإلى آخره، أشكال مختلفة ربما لا أوافق عليها في حضارتي أو في ثقافتي، لكن هذه الأشكال هي التي ثبتت عبر التاريخ، عبر بضع مئات من السنين، حتى استقرت في علم الفلك الحالي. لكن ما هي الأصول لهذه الأشكال؟ لا شك أنها أصول إغريقية وبعضها دخيل، لكن سنجد أن أكثر أسماء النجوم المنفردة هي عربية الأصل. إذن الأمم رسمت أشكالا من ثقافتها، وأكثر الأشكال المرسومة في السماء هي للحيوانات، للإنسان والحيوان، وبعضها للأدوات مثل المثلث، مثل التلسكوب، مثل آلة النقاش، مثل آلة الميكروسكوب وهكذا. بعضها هذه خصوصا في السماء الجنوبية، في النصف الجنوبي من السماء، التي رسمت متأخرة عن معظم أشكال السماء التي في النصف الشمالي من السماء، حيث يقطن أكثر أهل الأرض. لذلك النصف الشمالي من الكرة الأرضية والنصف الشمالي من السماء هي النجوم الأكثر معرفة والأكثر شهرة بالنسبة للناس. لو لاحظنا إلى وأعطيت طبعا مثلها مثل الأرض، أعطيت كل كوكبة، يعني سمي الشكل النجمي كوكبة أو constellation أو مجموعة نجوم أو المجموعة النجمية أو برج، يعني لها أسماء كثيرة. وقد قام الاتحاد الفلكي الدولي سنة 1928 باعتماد 88 كوكبة موزعة على كل السماء، وأعطى كل كوكبة منها حدودا واضحة كي يميز النجوم التي في داخل تلك الحدود فتنتمي لهذه الكوكبة، والنجوم التي في الكوكبات الأخرى تنتمي للكوكبات الأخرى، مثل جوازات السفر تماما. فهذه الفكة عند العرب أو الإكليل الشمالي كورونا بورياليس تسمى، أو الإكليل، أو تسمى عند العرب قصعة المساكين، كالصحن المثلوم أو المكسور من حافته لأجل الثلمة التي فيه، يعني العرب تخيلتها صحنا مكسورا من هنا وسمته قصعة المساكين لأجل الثلمة، يعني أنه مكسور من طرفه. ومعروف أن الفقراء يأكلون بصحون، ربما يأكلون بصحون مكسورة، أما الأغنياء فلا يفعلون، لذلك سميت قصعة المساكين. أسماء النجوم والكوكبات عند النجمية عند العرب، يعني العرب القدامى، يعني ما الذي ميز أو كيف عرفنا هذه الأسماء، أو كيف عرف القدماء، يعني أو ربما نقول هل عرف؟ نعم، عرفوا بلا شك أن جميع الحضارات، جميع الأمم عرفت النجوم وسمتها نجوما ثابتة أو كواكب ثابتة. لذلك عبد الرحمن الصوفي سمى كتابه صور الكواكب 48، كواكب المقصود فيها أي النجوم، فعرفوا مواضعها ومطالعها ومغاربها. هنا أنا أستقي هذه النصوص من كتاب قبة السماء، كتب الدكتور عبد القادر عابد بعض النصوص. ثم عرفوا الكواكب السيارة ومنازل القمر، وانفردوا عن سائر الشعوب في استعمال تلك المنازل. يعني نحن والصينيون استخدمنا منازل القمر، منازلنا 28 منزلة، والصينيون منازلهم 27 منزلة. ولم يدون العرب الأقدمون في الجاهلية وصدر الإسلام كتبا، يعني ما كانوا كتابا، لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا أميين كما هو عهد الإسلام، فكانوا يحفظون الشعر، لكنهم دونوها، عرفوا معرفة، يعني عرفوا جيدا هذه النجوم وحركاتها، ثم دونوها طبعا ذلك شعرا وسجعا نتناقله وتتناقله الأجيال إلى يومنا هذا. ومن أشهر تلك الصور أو النجوم التي عرفها العرب الجوزاء، التي أضع صورتها خلفي، وهذه وبنات نعش والثريا، وسأتحدث عن هذه المجموعات العربية الثلاث باستفاضة بعد ذلك إن شاء الله عز وجل.
ورأوا أيضا، رأى العرب أشكالا غير التي رآها الإغريق. لاحظوا مثلا الإغريق رأوا هذا الرجل وهو الحواء، يعني يصطاد الحية، رجل هذا رأسه وهذا يده واليد الأخرى يمسك الحية، أي رأس الحية وهذا ذيل الحية. حواء رأوا العقرب، طبعا كل الأمم رأت العقرب، لكن عقربنا يعني عقرب العرب له زبانة يعني قرناء استشعار. عند الإغريق هذا الزبانة هو برج الميزان. ثم العرب رأت النعائم وهي النعامات، في حين رأتها الإغريق برج القوس، رجل يحمل قوسا ويصوب سهمه نحو العقرب. ورأينا نسرا طائرا، ورأينا أغناما، ورأينا روضة ونسقان، وهكذا رأينا أشياء كثيرة غير التي رآها الآخرون. ورأينا سماكا، رجلا حارس السماء، السماء يحمل رمحا، ولذلك سمي السماك الرامح، موطني موطني تبلغ السماك، لأنه يرتفع إلى سمت السماء، وسمي بالسماك الرامح لأنه تخيلته العرب يحمل رمحا، في حين السماك الأعزل في العذراء لا يحمل رمحا، وهكذا. فالعرب رأت في خيالات الجزيرة العربية في أماكنهم المختلفة، وربما لم يسمع بعضهم عن بعض، ربما لم تصلنا جميع القصص، هذه القصص فقط التي وصلتنا جمعناها من هنا وهناك، ثم أضحت بالنسبة لنا مترابطة، وكأن المؤلف واحد والناظر واحد، لأن السماء فوقنا وفوقهم وفوق الجميع واحدة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقر هذا المبدأ، ويقر أن الناس تعرف النجوم بقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون. لذلك أنا أحب أن أقرأ لكم من كتاب الأنواء في مواسم العرب هذه الجملة، أو هذه يعني الفقرة التي كتبها ابن قتيبة الدينوري عن أهمية النجوم لدى العرب في الجزيرة العربية. يقول: صاحبني رجل من الأعراب في فلات ليلا، فلا يعني الصحراء، فأقبلت أسأله عن محال قوم من العرب ومياههم، يعني وين أين يسكنون ومن أين يشربون، فجعل يدلني على كل محلة بنجم وعلى كل ضياء بنجم، فربما أشار إلى النجم وسماه، وربما قال لي تراه، وربما قال لي ولي وجهك نجم كذا، أي اجعل مسيرك بين نجم كذا حتى تأتيهم، فرأيت النجوم تقودهم كما تقود مهايع الطريق سالك العمارات، مهايع الطريق اللي هي الطرق الواسعة يعني المخطوطة، ولحاجتهم أي لحاجة الأمم العرب إلى التقلب في البلاد، لأنهم كانوا أهل راعي ويهمهم الماء والكلى، ولحاجتهم إلى التقلب في البلاد والتصرف إلى المعاش، وعلمهم ألا تقلب ولا تصرف في الفلوات إلا بالنجوم، أي بمعرفة النجوم، عنوا بمعرفة مناظرها، مناظرها أشكالها، ولحاجتهم إلى الانتقال عن محاضرهم إلى المياه، يعني بدهم يرحلوا من مكان إلى مكان بحثا عن المياه، وعلمهم يعني يقينهم أن لا نقلة إلا لوقت صحيح يوثق فيه بالغيث والكلاء، عنوا بمطالعها ومساقطها، عن ذلك عرفوا متى تهطل الأمطار، أنواء النجوم، هذا نوع محمود، هذا نوع مكروه، هذا يأتي معه مطر، هذا يأتي معه ريح، يجب علينا أن نسافر، وكانوا يسافرون عشرات ومئات الكيلومترات، فلو سافروا على غير الوقت الصحيح لهلكوا في الطريق. ويعلق في ختام قوله: وإني رأيت علم العرب بالنجوم هو العلم الظاهر للعيان، الصادق عند الامتحان، النافع لنازل البر وراكب البحر وابن السبيل. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كلاهما ظلمات وكلاهما متاهة، لأنه البر الصحراء ليس فيها معالم، وكذلك البحر ليس فيه معالم. فكم من قوم حاد بهم الليل عن سواء السبيل في لجج البحار وفي المهامة والقفار، حتى أشرفوا على الهلاك، ثم أحياهم الله بنجم أموه أو بريح استنشوها. انتهى قول ابن قتيبة الدينوري. هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذا النص، نص عظيم
يحرر لنا أهمية النجوم وكيف كان أهل البادية فعلا خبراء في قضية النجوم. لذلك ابن ماجد، أحمد بن ماجد المعروف بأسد البحار، لما طلع معه بعض البحارة الأوروبيون في سفنهم، في السفن العربية في المحيط الهندي، حاول هؤلاء البحارة الأوروبيون أن يثبتوا أنهم أفهم أو أكثر دراية بالبحر وبالسفر، ثم وجدوا أنهم لا يعرفون حقا كيف يسافرون. أدركوا أو أثبت لهم ابن ماجد ومن معه من البحارة أو من النوخذة أو معالمة البحر كما يسمونهم، أن البحر المحيط اللي هو المحيط الهندي لأنه ينزل تحت خط الاستواء فلا تعود النجوم الشمالية ظاهرة فيتيه أهل الشمال. أما أهل المحيط الهندي فكانوا يستخدمون ما يعرف بالحقة أو بيت الإبرة للاستدلال على الاتجاهات، فكانت طرقهم واضحة جدا جدا وكأنها مسطرة أو مسفلتة في البحر، يسافرون في البحر كما يسافرون في البر. يقول الصوفي عبد الرحمن الصوفي، عبد الرحمن الصوفي الرازي في كتابه الشهير صور الكواكب 48 في وصفه لمنازل القمر، لأن العرب طبعا ما عرفت إلا منازل القمر وبعض النجوم هنا وهناك، يقول: والعرب لم تستعمل صورة البروج على حقيقتها. ما هي حقيقتها؟ مقصود اللي هو مدار البروج وبرج الثور والتوأمان والسرطان والدب، هذه البروج التي جاءتنا من الإغريق. العرب ما عرفت هذه الأشياء، العرب عرفت منازل القمر، أي أين ينزل القمر كل ليل. لذلك قال: وإنما قسمت دور الفلك، أي مدار الفلك الذي تسير فيه الشمس والقمر، على مقدار الأيام التي يقطع القمر القمر فيها الفلك. يعني عندنا 28 يوم يقطع القمر فيها المدار اللي هي السماء، قسموها إلى 28 منزلة يعني 28 قدر، وطلبت أي العرب في كل قسم منها علامة، يعني وين بنزل القمر، إيش النجوم التي خلف القمر، تكون أبعاد ما بينها في رأي العين مقدار سير القمر في يوم وليلة. يعني كل يوم وليلة كم يسير القمر. اليوم شفنا بين النجوم مثلا عند نجم الدبران الليلة التالية في الثريا، الليلة الثالثة في الهقعة، الليلة الرابعة في الهنعة، فاختاروا هذه الأسماء وسموا هذه النجوم التي ينزل القمر عندها أو قريبا منها بأسماء اللي هي العلامات، فخرج عندنا 28 منزلة قمرية معروفة الآن سأتحدث عن أسمائها. وهذا كان موضوع مسابقة الفلك أولمبياد علم الفلك لهذه السنة في دولة قطر، أولمبياد علم الفلك المدرسي، ورسم لنا الطلاب يعني لوحات كثيرة حوالي 50 لوحة كلها تتحدث عن منازل القمر، وثبتنا شيئا لم يكن قد ثبته أحد من قبله إلا بعد الدكتور عبد الرحيم بدر رحمه الله مؤسس الجمعية الفلكية الأردنية، وهي رسومات منازل القمر سأريكم إياها في شريحة أخرى. يعني كانت هذه تخليدا لذكرى الدكتور عبد الرحيم بدر. أما باول كونيتش وهو أستاذ علم النجوم أو أستاذ أسماء النجوم العربية وأسماء النجوم بشكل عام في العالم، وهو ألماني مستشرق ألماني يعني درس الفلك في مصر ويتكلم عدة لغات، وتوفي قبل نحو من سنة ونصف، يقول في بعض بحوثه: أما أسماء النجوم المستعملة في علم الفلك الحديث فهي خليط من الأسماء المكونة خلال 1000 سنة، يعني من القرن العاشر حتى القرن العشرين، من بينها أكثر من 200 اسم عربي الأصل، ومعظمها محرفة بشكل أو بآخر، وكثير منها منقول إلى غير النجوم التي خصت بها أصلاً، وتم ذلك على أيدي الفلكيين المستشرقين اللي جاءوا في القرون بعد 13 و14 إلى 19، منهم ريتشارد ألين وسكاليجر وبودي والفونسو، علماً بأن الفونسو كان يعني غازياً لكنه كان عالماً، وذلك في الأندلس في القرن 13 وما بعد ذلك. وهذه صورة باول كونيتش في مؤتمر تاريخ العلوم في الشارقة سنة 2008، وقد وضع جدولا جمع فيه 329 نجما بخطه باللغة العربية، يعني يكتب العربية ويجدها جيدا
جمعها من كتب الأنواء وكتب الصوفي وكتب القزويني والأجداد وغيرها من كتب الأنواء وخطها، هي 5 ورقات، أنا يعني أضع لكم هنا في هذه الصورة 3 ورقات في الحقيقة، يعني هي لو لا أريد أن أخرج لكن هي 5 ورقات. وفي الشعر العربي يعني كيف نثبت بأن النجوم كانت معروفة لدى العرب؟ انظروا إلى الشعر العربي، فهذه أنا يعني أستدل هنا فقط أرفق جزءا من قصيدة المهلهل ابن ربيعة التغلبي، ليلة وهو يصف ليلة من ليالي حرب البسوس، يعني لطولها ولشدتها عليهم يصفها، طبعا حرب كانت بين قبيلته تغلب وقبيلة بكر، يصفها ويصف حركات النجوم، ويفتتح قصيدته عن الليلة نفسه، قال أليلتنا بذي حسم أنير إذا أنت انقضيت فلا تحوري، ثم يسرد بضع أبيات، ثم يشرع في وصف النجوم في تلك الليلة. يعني إيش بتكلم؟ هو بتكلم عن كيف النجوم، لأن الليلة طويلة فطويلة الليل أو الليلة كانت طويلة، فهو يصف ذلك الوضع وكيف أن الليلة طويلة. طبعا لمعرفتهم الجيدة بأسماء النجوم ومعرفتهم الجيدة بحركات النجوم يستطيع الشاعر أن يصف، بل هو يصف شعرا وأدبا أيضا، لذلك يقول كأن، طبعا هو يصف أن هذه الليلة الطويلة، كأن الفرقدين يدا مفيض ألح على إفاضته قميري أو قميري، الفرقدين ألمع نجمين بالقرب من النجم القطبي سأتحدث عنهما، كأن الجدية أو الجدي، الجدية يعني النجم القطبي، جدية بنات نعش لأنه جزء من بنات نعش، يكب على اليدين بمستديري كأن النجمة اللي هي الثريا، إذا ولى سحيرا فصيل حن في يوم مطيري، يعني لشدة لبطئه الشديد في الحركة شبهه بفصيل اللي هو الناقة الخائف من أن ينزلق في يوم مطير، كأن كواكب الجوزاء عوض معطفة على ربع كسير، سأتحدث عن الربع الكسير، وتخبو الشعريان إلى سهيل، شعريان أختا سهيل، يلوح كقمة الجبل الكبير، كأن التابع المسكين شيخ تابع له الدبران يواخي أحلف أو أحلف الشيخ الوقيري. ولذلك وضع الدكتور عبد الرحيم بدر كتابه سنة 1998، وهو الكتاب الذي أيضا لم يره لأنه توفي سنة 1994، موسوعة أسماء النجوم عند العرب في الفلك القديم والحديث، ليعين الشعراء والأدباء على الاستدلال على تلك النجوم التي يجدونها في الكتب أو يقرضونها في أشعارهم. يعني أنتم بتتكلموا عن نجوم بس أنتم فعلا تعرفوا وين هاي النجوم؟ سأدلكم أو سأخبركم كيف تستدلون عليها ومتى يمكنكم أن تروها. لذلك قام الاتحاد الفلكي الدولي، طبعا منذ شكلت لجنة منذ عام 2016 في الاتحاد الفلكي الدولي لاعتماد أسماء النجوم أو لاعتماد نجوم أو لاعتماد تلك النجوم. طبعا اللجنة فيها متخصصون وفيها غير متخصصين، لذلك ظهرت أسماء غريبة عجيبة من أمم مختلفة لم نسمع بها من قبل. على أي حال الجدول المحدث سنة 2021، بداية 2021، احتوى على 451 نجما، منها 120 نجما هي النجوم التي اكتشفت حولها كواكب وسميت بأسماء مدن، نيم أستار، هذه الحملة التي يعني أنشأها الاتحاد الفلكي الدولي سنويا، يعني بإمكانك أن تسمي نجما باسم تراثي. لذلك هناك النجم الوحيد الذي وجدته هنا بيترا، اللي هو نجم الأردن، بيترا سمي باسم بيترا، وهو كوكب يدور حول النجم، فالنجم صار اسمه بيترا. لكن هذه النجوم 120 نجم هذه خافتة، لا ترى إلا بتلسكوبات أو مراصد فلكية يعني كبيرة جدا، فإذا استثنيناها وأبقينا بقية النجوم سيكون عندي 331 نجما، 31 نجما، منها 200 نجم أسماءها عربية، وضعت حولها يعني مربعات زرقاء، وكلها طبعا أعرفها لأني يعني درستها أكثر من مرة أو منذ سنوات طويلة وأنا
أدرسها، لكن في نجوم دخلت على الخط، يعني أدخلها هؤلاء على ذلك الجدول. تمثل نجومنا استاذني في نسخة بالعربي للأسماء، سأترجمها أبعثها. لا ما لحقت والله أترجمها، ما لحقت. طبعا في هي هذه جزء من النجوم العربية، ترى النجوم العربية أكثر بكثير من ذلك، يعني يمكن في حوالي 400 نجم 350 نجم تستعمل في السماء في الأطالس الفلكية، الستلاريوم خاصة، ستلاريوم خاصة، برمجية ستلاريوم لها خلينا أقول الفضل، أو كما يقول باول كونيتش وهو يصف ريتشارد ألين هينكلي اللي هو صاحب كتاب أسماء النجوم، أكثر شخص أدخل نجوما ليس لها يعني من غير الطرق الرسمية كان ريتشارد ألين، وأكثر برمجية فلكية أدخلت نجوما هيك بطريقة أو بأخرى هي برمجية ستيلاريوم الرائعة. لذلك ابحث في ستيلاريوم تجد أسماء جديدة، كل مرة تجد أسماء جديدة، ومعظمها أخذت من كتاب ريتشارد ألين الذي يصفه باول كونيتش بقوله المضل الأكبر، يعني قال لي بالعربي، قال لي هذا هو المضل الأكبر من كثرة ما أدخل أسماء محرفة وأدخل يعني الأسماء العربية. ونحن نعتبر ريتشارد ألين من القليلين أو من أصحاب الفضل على الفلك عند العرب بإدخاله هذه الأسماء الكثيرة إلى خريطة السماء. كبرت هذه الخريطة أو جزءا من هذه الخريطة لأريكم كيف أن يعني تستطيعون أن تقرأوا أسماء عربية، ربما بعد يعني دراسة معمقة. ماذا تعني أنجتنار؟ أنجتنار هذه محرفة عن عرجة النهر، أنكا العنقاء، أنسر يعني النسر، الأركب بوستيريور وأركب بريور يعني العقرب الأمامي والعقرب الخلفي، أرنب بطين بهام، دنابولا يعني الدنب، الشعبة، همام يعني منزلة سعد الهمام، الإزار، الجبهة، القوس الأوسط، المعصم، المركب، سعد مطر، المحل، هذا ليس عربي، هذا عربي، منكب ذي العنان، إلى آخره، كثير الأسماء كثير. هذا جزء يعني جزء جميل، لكن العثور عليها أو الاستدلال على أنها عربية يعني هاي تحتاج إلى دراسة. ولذلك هذه الكتب مثل كتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه هو كتاب قبة السماء تكلم العربية، يعني ذكر أسماء كثيرة جدا 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 موجودة في الأطالس يردها إلى أصولها. وكنت أو كان لي الشرف والله العظيم، هذا شرف عظيم لي أني راجعت المادة وأضفت إليها وعدلت عليها بعض الأشياء، حبا مني أن تكون يعني مادة كاملة، لكن الكتاب يعني نقصه الجزء الآخر أو الجزء الثاني وهو قصص السماء، لكنه كتاب عظيم. سأضع لكم في نهاية المحاضرة الرابط للنسخة البي دي اف التي نشرها مجمع اللغة العربية مجانا لمن أحب لاقتناء هذا الكتاب الرائع، وقصصه وتاريخه وما يسرده من كلام يعني لا أستطيع أن أحصيه لا في محاضرة ولا في 10 محاضرات، لأن تعبان عليه بشكل كبير جدا. الآن أنا من خبرتي في أسماء النجوم عثرت أو جمعت 42 كوكبة من كوكبات السماء 88 تحمل أو يحمل نجمها الأول اللي هو بنسميه ألف، يعني أول أو ألمع نجم في تلك الكوكبة يحمل الاسم أو الألفة وأحياناً بيتا، وأسماؤها عربية. 45% من 88 هذه أسماء عربية. كيف؟ شو يعني ألفة؟ يعني مثلاً الأندروميدا اللي هي مجموعة المرأة المسلسلة ألمع نجم فيها اسمه سرات الفرس، أحيانا يعطى اسم سرة وأحيانا يعطى الفرس. في الدلو ألمع نجم هو سعد الملك، في النسر الطائر أو العقاب ألمع نجم اسمه النسر الطائر ألتير، في الحمل ألمع نجم حمل، في العقرب طبعا عقرب هنا لأنه له اسم يعني لازم أحط عليه إشارة حمراء، طبعا أنتارس، ولكن في بعض الأطالس يسمى أكيوبانز أو الشرطان.
هنا مثلا سهيل القاعدة اللي هو في كوكبة القاعدة سهيل، سهيل أو تورايس، لكن الاسم المعترف في حالين كانوبس اللي هو سهيل. في ذات الكرسي الصدر شدر سدر، في قنطوروس رجل، وهكذا. في عندي 45 أو 42 كوكبة، إذا استثنيت منها 4 كوكبات بيبقى عندي اللي هي 38 كوكبة أسماؤها أو أسماء نجومها الألمع عربية بحتة، يعني بنسبة 44% 43 أو 44%، لأني أضفت، أنا نسيت أضيف اللي هو برج العقرب. طيب ثم ماذا، ما الذي حدث بعد ذلك؟ يعني كيف انتقلت؟ طبعا كان للعرب دور في الترجمة، ثم بعد ذلك كان للأوروبيين دور في الترجمة. العرب حين نقلوا الآثار والثقافة والكتب من الثقافات الأخرى، كان يجب أن يكون هناك دولة تتبنى هذا الكلام. يعني لذلك بعد أن استقر الحكم، يعني ليش استقرت الأمور العلمية وظهر بيت الحكمة مثلا في عهد العباسيين وأواخر عهد الأمويين؟ لأنه كانت الدولة الأموية دولة فتوحات. فلما استقر الأمر ماشي، بعد أن نظم الخلفاء دولتهم، وكانت الدواوين تكتب بالفارسية أو باللغة السائدة في البقعة التي يعني تحكمها الدولة، في فارس في بالفارسي، في أوروبا باللاتيني، في إلى آخره. ثم تم في نهاية العهد الأموي تم ترجمة الدواوين جميعها وعربت، ومنذ ذلك الوقت أصبحت العربية هي اللغة الرئيسية في طول دولة الخلافة وعرضها. ومع استقرار دولة الخلافة التفت القوم، الآن استقروا، فالآن بدأوا يلتفتون إلى العلوم والأداب والمنطق والفلسفة، ويعني احتضنوا هذا كله، وظهر بيت الحكمة في زمن الرشيد والمأمون. وفي سنة 85 هجرية بدأت الترجمة بخطوة متواضعة من أيام الأمويين، قام بها خالد بن يزيد معاوية، وكان أول كتاب في الطب والكيمياء الذي ترجمه الراهب مريانوس إلى آخره. ثم تطورت حركة الترجمة إلى أن يعني صار عندنا بعض العائلات معروفة بالترجمة، وبعض الأشخاص موسومون بهذه المهنة العظيمة. لذلك كانت هناك ترجمات من الهند، وكانت هناك ترجمات من الإغريق، كانت هناك ترجمات من فارس، وهناك ترجمات من اللاتين أوروبا، ترجمات كثيرة. ويذكر هنا الدكتور عبد القادر عابد يعني ترجمة كتاب السند هند، الذي كان اسمه على سبيل المثال، قام الخليفة المنصور ثاني خلفاء بني العباس بترجمة كتاب براهمستس دانت هانت، يعني هي باللغة السنسكريتية، وألفه الهندي برهم كيت العالم في الفلك والرياضيات، واختصر إلى كتاب السند هند، وطلب من إبراهيم بن أحمد الفزاري ترجمته ليكون أصلاً في الحساب، في حساب حركات النجوم. في الإغريق أهم كتاب وأكثر كتاب على الإطلاق ترجم اللي هو كتاب الماجستي، كتاب الماجستي لبطلميوس. هذا الكتاب ترجم ليه؟ لأنه الجزء طبعا هو الكتاب الماجستي كان في 4 كتب في الحقيقة، أشهر جزء منه كان الكتاب الذي يتحدث عن النجوم، وفيه 1025 نجما نقلها عبد الرحمن الصوفي كما هي في كتابه صور الكواكب، وأعاد حساب مواقعها ورسم لها جداول ووصفها، أهم شيء وصفها، لأن كتاب الماجستي كان يرسم أشكالاً لكنه لم يكن يسمي نجوماً. لذلك لما رسمها عبد الرحمن الصوفي، وهذا الكلام الذي أتكلم هنا عنه في كتاب صور الكواكب، قام بإعادة رسمها من الكرات النجمية السماوية الموجودة، إنه الكرات السماوية موجودة، والأسترلابات كانت موجودة، وبعض الخرائط، يعني أخذ، لكنه أخذ وصفها الدقيق من كتاب الماجستي، ثم وضع لها جدولا بأسمائها، يعني يصف كل نجم الذي على مثلا على الكف، الذي على الرأس، الذي على النصل، هذا اسمه النصل، الآن اسمه بالعربية بالإنجليزي النصل لأنه رسم على النصل،
الصورة التي رسمها بطلميوس، في الحقيقة بطلميوس لم يرسم أو لم يثبت عليه أنه رسم، لكن وجدت رسومات، لم تكن تصف هذه النجوم. عبد الرحمن الصوفي وصفها فثبت واخترع أسماء لتلك النجوم نقلت فيما بعد إلى أوروبا، وكان هذا سر تسميات النجوم أو كثرة الأسماء العربية الموجودة في الأطالس الحديثة، إلى جانب النجوم التي نقلت عن الأسطرلابات أو التي رسمت على الأسطرلابات والنجوم التي رسمت على الكرات السماوية أو ما يعرف بذات الحلة. ثم بعد ذلك طبعا كما هو معلوم انه يعني تكلمنا عن الترجمه في الوطن العربي او في العالم الاسلامي، ثم كيف في ايام الخليفه المامون والدوله العباسيه هذه الرسومات السماء عند الاغريق كانت اشكالا اضطررنا، يعني كتاب الصوفي اضطر ان يترجم الاسماء. مثلا ما نقول قيطس مثلا، هذا الوحش اسمه مش موجود صورته، مثلا هذا الاسد، هذا الوشق، ما عندنا شيء اسمه وشق، ما بنعرف الوشق، احنا بنعرف الاسد بس ما بنعرف الوشق. مثلا اذا تكلمنا عن ذات السدس او ذات الكرسي على سبيل المثال، ذات الكرسي هذا النجم رسم على صدرها لذلك سميت ذات الكرسي، فسمي هناك يعني كرسي، صدر، ركبه، تفهمين الفكرة؟ قيطس، هذه الأسماء ترجمت عن الإغريق، ترجمت عن كتاب الصوف فأدخلت على النص العربي، لكنها ليست من أصل النص العربي. العرب رأوا كوكبات أشكال موزعة هنا وهناك مترامية الأطراف، بعضها قريب بعضها بعيد، لكنها ليست موزعة كتوزيع كتاب بطلميوس. لذلك فضل أكثر المترجمين، طبعا ليس عبد الرحمن الصوفي الذي ترجم أو درس، هناك فلكيين كثر يعني ترجموا ونقلوا عن بطلميوس هذا الكتاب، لكن عبد الرحمن الصوفي وجد أخطاء جسيمة في كل الترجمات التي سبقته وذكر ذلك في مقدمة كتابه. لذلك قرر أن يقوم بتأليف هذا الكتاب ويهديه إلى عضد الدولة البويهي في ذلك الزمان هو القرن العاشر، وألفه سنة 964. العرب رأت نجوما أشكالا، رأت الثريا ولها كفان، رأت صليبين، صليب الطائر وصليب الواقع، الطائر اللي هو النسر الطائر والواقع هو النسر الواقع، ورأت نسر فوارس يتسابقون في نهر المجرة، رأت بنات نعش، رأت الأسد، رأت المعلف، رأت الخباء، رأت العواء، رأت الشماريخ، رأت النعائم، رأت القبة والأضحي، النعام، الذئبان، الربق، النعامات، الجوزاء، الناقة، الريال اللي هي صغار فراخ النعام إلى آخره، رأت بنات نعش، رأت أشياء متفرقة هنا وهنا. أنا حاولت أن أجمعها في حوالي 30-40 كوكب عربية أو أسماء يعني يمكن جمعها في هذه القبة. لذلك خلاصة القول في تاريخ أو نقل النجوم ونقل أسماءها كما يلخصها الدكتور عبد القادر عابد، أن كما يقول باول كونيتش أن هذه عملية النقل استمرت 1000 عام وهي مستمرة، بل هي حتى اليوم وغد مستمرة، لأن عندي بحث أنا أتكلم فيه عن أثر البرمجيات الفلكية الموبايل، خاصة في الموبايلات والكمبيوترات اللابتوب، كيف أدخلت نجوما جديدة لم تكن موجودة في الأطالس. فإدخال أسماء النجوم مستمر منذ 10 قرون وحتى يومنا هذا. كانت المرحلة الأولى يعني بطيئة، حوالي 400 سنة امتدت في بداية الدولة الإسلامية وفي أوجها في المشرق وفي الأندلس، وكانت الدولة الأولى عالميا، العرب كانت دولتنا في الأندلس الأولى عالميا قوة وعلما وحضارة، وكان الأوروبيون ينظرون إليها كما ننظر نحن الآن إلى الحضارة والعلم الغربي. كانوا كما يقول أحدهم، كانوا إذا التقوا يقولون صباح الخير، يعني إنه أنك تعرف اللغة العربية، صباح الخير يعني إني أتكلم بلغة أولئك العظام. كان الأوروبيون يعدون اللغة العربية لغة علمية بجانب اللغة اللاتينية، لما ترجمت المعارف العربية ترجمت إلى اللاتينية
إلى جانب اللغات المحلية في أوروبا، لكن اللغة العلمية في العصور الذهبية والعصور الوسطى كانت اللغة اللاتينية في أوروبا. بالإضافة أهم الكتب العربية التي استخدمت في النقل غير الماجستي كتاب الصوفي، كتاب الأغبيك، إضافة إلى الاسترلابات والكرات السماوية. وكانت أماكن الترجمة كثيرة، منها إسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا، كلها لأنها يعني متماسة مع الدول العربية على يعني البحر المتوسط. وأدى تعدد الأماكن في الترجمة والمترجمين وعدم درايتهم الجيدة باللغة العربية، هناك كان النساخ ما بيعرف عربي بس خطهم جميل، أو كان ما بيعرفوا يعني جيد، فلما كانوا ينقلون كانوا يصحفون يعني إما أخطاء إملائية أو كان تصحيف الحرف. مثلا على سبيل المثال يد الجوزاء صارت بيت الجوز، الياء سقطت منها نقطة صهرت حرف باء تصحيف، فأثبتت بعد ذلك بيت الجوز بدلا من يد الجوزاء وهكذا. وكان بعض العلماء الأوروبيون يضعون أسماء عربية للكوكبات والنجوم من عند أنفسهم، مثل كما قلنا اللي هو ريتشارد ألين هينكلي صاحب هذا الكتاب ستار نيمز وقصص النجوم، هذا الكتاب العظيم بالنسبة لنا يعني. وفي خلاصة كتاب الدكتور عبد القادر عابد هذا في يتكلم عن نماذج، الآن بيجيب كوكبات السماء 88 ويضع كل كوكبة ويصف نجومها في رسمة كما رسمها الصوفي وكما رسمها ريتشارد ألين هينكلين وكما هو يعني معروفة كما هي معروفة في الفلك الحديث، ويضع جدولا بالأسماء بأسماء النجوم التي تحمل أسماء عربية، مثل هذا مثلا على سبيل المثال اسمه الجافي على ركبته المعروف هيركوليز أو هرقل، جافي على ركبته يعني أنه يجثو على ركبته، وهذا رأس الجافي. طبعا الصورة مقلوبة في السماء، فهنا رأس الجافي، مرفق، معصم، ركبة الجافي الجنوبية، هذه أسماء هذه النجوم، ويتكلم عن أصل هذه النجوم، مثلا ذات الكرسي على سبيل المثال، وهذه كوكبة مشهورة ذات الكرسي لأنها هي امرأة أو هي ملكة إثيوبيا كاسيوبيا، وهي زوجة قيفاوس وهي أم أندروميدا الأميرة المرأة المسلسلة، وتجلس على كرسي ولها شكل حرف W في السماء معروفة، حرف W نسموها أسترزم W، ومنها يعني هذا الشكل يؤشر لنا على النجم القطبي هنا في مكان ما، والنجم القطبي اللي هو نجم الشمال، يعني أحد شكلين يؤشران لنا على النجم الشمال. لأن هذا النجم رسم على الصدر، عبد الرحمن الصوفي يقول النجم الذي على الصدر، فصار اسمه الصدر، خلاص ثبتت الآن ثابت، هذا اسمه صدر ما بتغير، لا يستطيع أحد أن يغير هذا النجم، اسمه صدر. لماذا؟ لأنه رسم، أنه مش عربي، والعرب لم تعرف هذا النجم أساسا، العرب ما عرفت من هذه المجموعة سوى نجم الكهف، وليس الاسم اسم الكف للنجم، إنما لكل النجوم لأنها هي كف الثريا الخضيب، فهو الكف الخضيب، فأعطي أول كلمة كف وأزيحت كلمة الخضيب، فأصبح اسم هذا النجم اللي هو ألفا اسمه كف، أو عفوا الصدر هو كف، والصدر هو ألفا وكف هو بيتا اللي هو ثاني نجوم هذه الكوكب. نموذج آخر من النجوم التي أوردها الدكتور عبد القادر عابد كوكبة التوأمان أو برج التوأمين. برج التوأمين ولدين، طبعا هذول الولدين أبناء زيوس في القصص الإغريقية، يجلسان أو يقفان بجانب بعضهما، فأحدهما مقدم والآخر مؤخر، يعني هذا رأس التوأم مقدم، هذا رأس التوأم مؤخر، مقدم أي أقرب إلى الشمال، مؤخر أي أبعد عن الشمال. كاستر المقدم، بولاكس المؤخر، ويصف يقول رأس التوأم مقدم، الهنعة، تحيا، مبسوطة، الزر، وسط، مقبوضة، هذه أسماء النجوم، وسأتحدث عن مبسوطة ومقبوضة لاحقا. ويتحدث يا إخوة أيها الزملاء والحضور الكرام، أنا أدعوكم يعني بشدة أن تقرأوا هذا الكتاب الرائع. هذا الكتاب فيه علم وفيه تاريخ وفيه يعني تثبيت لتاريخ
غير موجود أبداً أبداً في كتب أخرى. رائع رائع أكثر من رائع، خصوصاً الفصول الأولى التي تتحدث عن التاريخ وعن كيف انتقلت العلوم وعن الترجمات وعن الشعر. لم أتطرق إلى الشعر الكثير جداً 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 الذي أورده الكتاب، سأتطرق إلى بعض الأشعار، شعر كثير جداً، أسماء كثيرة من الشعراء. يعني الكتاب رائع شامل، لا يوجد في الوطن العربي، لا أعرف في الوطن العربي إلا كتاب دكتور عبد الرحيم بدر الذي أوردته، اللي هو موسوعة أسماء النجوم. كتاب الدكتور علي عبندة رحمه الله أيضا اللي هو موسوعة أسماء النجوم في التراث العربي سنة 1998، نفس السنة التي ورد فيها أو صدر فيها كتاب الدكتور عبد الرحيم بدر. ثم كتاب اسمه قناديل السماء للدكتور شوق الدلال من البحرين، وهذا صدر سنة 2012-2000 حول ذلك، وهذا كتاب رائع أيضا فيه الكثير من هذه القصص. وكتاب الدكتور عبد القادر، وفي نيتي أن أصدر قصص النجوم في كتاب خاص إن شاء الله عز وجل، لعل الله يقدرني أن أخرج هذه القصص التي سأحدثكم عنها الآن بعد هذه على السريع. هذا الجزء الذي لم يتطرق إليه الدكتور عبد القادر عابد سأنتقل إليه الآن. من أين عرف أو كيف، يعني ما هي مصادر أسماء النجوم إضافة إلى الشعر، يعني إلى الشعر العربي، أين وردت هذه الأسماء وكيف انتقلت إلى السماء الحديثة؟ لكن قبل ذلك كيف نستدل؟ يعني أنا لما أنظر إلى نجم في السماء مكتوب اسمه كذا كذا، كيف بدي أعرف إنه هذا النجم اسمه عربي أولاً رغم أنه مكتوب بأحرف لاتينية اللي هي أحرف الإنجليزية؟ وكيف أستدل إنه هذا النجم يدل على هذه المجموعة أو مش هذه المجموعة، تابع لهذا الكوكبة أو تابع لهذه القصة أو ليس تابعا لهذه القصة؟ سأضرب لكم مثلين. أول نجم اسمه النسقان، هنا في كوكبة ذكرت لكم في بداية المحاضرة اسمها الفكة أو الإكليل الشمالي. النجم بيتا اللي هو ثاني ألمع نجوم اسمه، عفوا أول نجم اسمها ألمع نجومها اسمه الفكة، يعني الفكة اللي هي الصحن، ماشي. ثاني نجم اسمه النسقان، نسكان نسكان نسكان. طيب نسكان من أين أخذ هذا الاسم؟ أخذ هذا الاسم من النسقان، وهما الجداران أو الحاجزان اللذان يحجزان الروضة الحديقة اللي هي المرعى الغنم. العرب تخيلت هذا الخط من النجوم نسقا شماليا وهذا نسقا جنوبيا، وبينهما الروضة يعني المرعى، وفيها الأغنام سأتحدث عنها، وفيها كلب وفيها راعي، لذلك هذا اسمه نسقان. فليس غريبا أن ينقل الاسم إلى كوكبة أو إلى نجم قريب. إذن أنا عرفت إنه هذا الاسم حقيقي وأصلي ومأخوذ من قصة حقيقية، إذن هو عربي. خذوا مثلا قصة أخرى، الأسد له ذراعان، ذراع مبسوطة وذراع مقبوضة، وذراعه المبسوطة هي رأس التوأم المقدم ورأس التوأم المؤخر، وذراعه المقبوضة هي كوكبة أو برج أو يعني الكلب الأصغر أو ما يعرف بالشعرة الشامية ومرزمها اللي هو النجم القريب منها، هو أصلا الكوكب عبارة عن نجمين فقط، فالشعرة الشامية وبجانبها نجم يسمى مرزم الشامية أو مرزم الغميصة، هذاني ذراع الأسد، وكأنه الأسد مادة ذراعي بفرجكم صورة له. الآن كلمة ذراع راحت مع أنها موجودة في أماكن أخرى، لكن هناك الذراع المقبوضة والذراع المبسوطة. إن نظرنا إلى بعض أسماء النجوم في برج التوأمين لرأينا هنا مكبودة مبسوطة، مكبودة يعني الذراع المقبوضة، مبسوطة وهي الذراع المبسوطة. وأنا دائما بتكلم مع طالبات عندي اللي بتدربوا معي في الفلك، إن شاء الله بقول لهم إن شاء الله تكونوا مبسوطين يعني على 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 نسق مبسوطة ومش مقبوضة إن شاء الله عز وجل. فهذا يدلنا على أنه هذا الاسم أصلي، ليش؟ لأنه يتكلم عن الذراع، ورأس التوأم المقدم ذراع ورأس التوأم المؤخر، عفوا ذراع الأسد المبسوطة
وذراع الأسد المقبوضة موجودات قريبة، فهذا أخذ من شيء قريب، لذلك يدلنا على أن هذا الأصل أصله عربي. طيب، قصة أخرى مهمة جدا اللي هي طبعا هي أربع طرق انتقلت فيها الأسماء إلى السماء. أول شيء منازل القمر، ثم العرب عرفت أسماء زوجية للنجوم، قرنت أسماء قرنت نجوما ببعضها وأعطتها أسماء زوجية، ثم هناك الكوكبات الأشكال التي تخيلت العرب، وأخيرا السبب الرابع وهو اللي هي الترجمة والتحريف والتصحيف الذي يعني مر بنا قبل قليل. هذه الخريطة التي أمامكم، كم باقي معي دكتور أبو عامر؟ كريم أرجو أن نختم بخمس دقائق لأن عندنا مداخلات وعندنا إخوة. يلا يلا بدي عشر دقائق. عشر دقائق. بارك الله. بارك الله فيك. سريعا، هذه الخريطة التي أمامكم هي الخريطة التي رسمها دكتور عبد الرحيم بدر في كتابه الفلك عند العرب، كتيب صغير. في نهاية الكتاب فرد لنا ثلاث صفحات بجانب بعضها البعض، وأول مرة أنا أعرف ما معنى المنازل، لأنه ظللها، قال هذه المجموعة تسمى منزلة، هنا الجبهة، هنا الصرفة، هنا الصرفة، هنا الزبرة، هنا العواء، هذه لأنه الشيء المعوي أو المعطوف إلى آخره، وهنا العرقوة السفلى والعرقوة العليا إلى آخره. رسم هذه طبعا الرسومات التي خلدت وخلدها الطلاب الفلك في مسابقة الأولمبياد. هذه منازل القمر وأسماؤها 28 منزلة. إذا لاحظتم هنا كل الأسماء المكتوبة باللون الأحمر موجود لها أسماء في خرائط النجوم، خصوصا في ستيلاريوم. فقط الثريا مثلا ما في نجم اسمه ثريا، الذراع ما في شيء اسمه ذراع، النثرة ما في نجم اسمه النثرة، النعائم موجود، القلب ممكن حصله، الإكليل في موجود والله، يعني في الآن فقط ثلاث أو أربع منازل لم أجد لها أسماء بأسماء بين النجوم. بحكي لكم الآن، شوف على سبيل المثال أول منازل القمر على إطلاق الشراطان، شراطنا بطينة، لاحظوا الشيراتان البطين، بوتين، خذوا مثلا الدبران، شرطنا بطينا فالثريا لدبرهم فهقعت هنع فالذراع فنافر، هذه بعض الأسماء. آل دبران وهو أشهر نجم كل الفلكيين في العالم بيعرفوا الدبران، وسمي الدبران لأنه يدبر الثريا في شروقها وغروبها، وهو النجم الذي يقود القلائص، وهذه القلائص مهر الثريا، هنا الثريا. ويقول الشاعر يعني ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزج القلاص النواجية، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. هنا الدبران يلحق الثريا يقدم لها مهرا اللي هي القلاص أو القلائص اللي صغار النوق أو الأغنام، فيحاول فلا هو مسبوق ولا هو لاحق، وهي تهرب منه لأنها يعني كما يقول الشاعر نجوت من الغماء وهي وشيكة نجاة الثريا من قبضة الدبران. الدبران نجم معروف ونوءه غير محمود عند العرب مقارنة بالثريا التي هي النجم عند العرب النجم، ولذلك والنجم إذا هوى ربما تكون هي الثريا. طيب الهقعة وهي رأس الجوزاء، والهقعة أيضا هي تسمى الأثافي، وهي ثلاثة نجوم تسمى الأثافي، ويقال ثالث الأثافي، وهي الحجارة التي يوضع عليها القدر، وهي قريبة من الدبران، يعني لأنه الإغريق تخيلوا أنه جبار يعني صياد يصوب سهمه نحو الثور، لكن العرب رأت شيئا آخر، رأت امرأة صيادة أيضا لكنها تصوب سهمها نحو الأسد، لأنه هنا الأسد برج الأسد. طيب الثاني شيء، طبعا هناك منازل كثيره كما ذكرت لكم، اسماء المنازل معظم اسماء المنازل لها نجوم لكن ليس كلها لها قصص. بنات نعش الان ايضا عرفت العرب القصص اللي انا ذكرت لكم اياها اللي هي الصور الكثيره، منها بنات نعش. يقول ايش بنات نعش؟ بنات نعش اللي هي تخيل القدماء ان يعني اتهمت البنات ان جديا الجدي قتل أباهن نعش، الحقيقة أنه يحكى أن سهيلا قتل نعشا، سهيل هو سهيل اليماني قتل نعشا، واتهم الجدي به، فالبنات حملن نعش أبيهن وأخذن يطفن بالجدي بحثا عن الثأر،
في حين أن في الحقيقة مين القاتل؟ هو سهيل يظهر جنوبا قريبا من الأفق ويختفي، ويشوبه بريق أحمر هو دم نعش ودليل براءة الجدي، هو جدي بنات نعش. لذلك إذا رأينا عن بنات نعش، بنات نعش نوعين، بنات نعش الصغرى اللي هي الدب الأصغر هنا هاي سبعة، وبنات نعش الكبرى، وفي الصغرى هناك الفرقدان. ولذلك نرى هذا، هذه الخريطة تقول عن النجم اللي اسمه القائد بنات نعش، بنت نعش يعني بنات نعش. من وين أجى هذا الاسم؟ من قصة بنات نعش. إذن عرفنا أصل هذا الاسم من أين جاء، طبعا هناك النجوم الأخرى. سهيل والجو والشعريان، سهيل أخو الشعريان، الشعر اليمنية والشعر الشامية. الجوزة، كان سهيل، هذه المجموعة اللي احنا حكينا عنها الصياد أو الجبار عند الإغريق، هي الجوزاء، هذه المرأة الجوزاء التي تصوب يعني سهمها أو قوسها نحو الأسد، امرأة صيادة أو امرأة ماهرة، وهذا فقارها اللي هو ظهرها. هي امرأة فتاة تزوجها سهيل اليماني، فكما يقول الصوفي والكتب القديمة أن سهيل، أن سهيلا ضربها، نزل عليها فضربها فكسر فقارها. ليش فقارها؟ لأنه هذا اسمه فقار الجوزاء، هذه الثلاث نجوم. فربما ماتت يعني أو أذيت، ففر هاربا إلى الجنوب خوفا من الثأر، فكانت له أختان هناك، الأولى الشعر اليمنية والثانية الشعر الشامية. فلحقت به أختاه خوفا من الثأر، فعبرت الأولى نهر المجرة، شايفين هذا اللون الأزرق هو درب التبانة، عند العرب يسمى نهر المجرة، ومنه تستقي النعائم الماء، يعني هناك قصص كثيرة نهر المجرة. فلحاقا بأخيها عبرت الشعرة اليمنية النهر، لحاقا بأخيها فسميت الشعرة العبور، في حين أن الغميصة أو الشعرة الشامية جلست عند ضفة النهر تبكي حتى غمصت عيناها فسميت الغميصة. لاحظوا كلمة غميصة، غميصة من أين جاءت كلمة غميصة؟ من القصة. من أين جاءت الجوزاء؟ ليش نسميها إحنا تزوج بالجوزاء؟ هي يد الجوزاء، النجم الذي حرف من يد الجوزاء إلى بيت الجوز، أي يد الجوزاء، وهذا اسم الرجل، رايجل أو رجل الجوزاء، وهذا نطاق الجوزاء، من نطاق الجوزاء، نظام الجوزاء المنطقة. يعني ثلاث نجوم هاي تتكلم عن الجوزاء. إذا تكلمنا عن أصل هذه النجوم من القصة التي نرويها عن هذا، عن هذا الرجل. لكن في 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 برأيي أبو العلاء المعري قصة أخرى. هنا سهيل هرب، في حين أنه أبو العلاء المعري لا، بيقول هذا سهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان، يسرع اللمح في اضطراب كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، ضرجته دما سيوف الأعادي فبكت رحمة له الشعريان. من الشعريان؟ أختاه. طبعا ما عرفوا أنه هو هرب من الثأر أو من القتل، يعني أبو العلاء المعري. فيبدو أن هناك إما سهيل غير سهيل، أو إنه الجوزاء غير الجوزاء، أو إنه الشعريان غير الشعريان، وهذا الذي أقوله في هذه القصة. هل كان لسهيل زوجتان؟ يعني هل كان معددا؟ القصة إنه من هي الثريا؟ طبعا في يعني القصة اللي ذكرت لكم إنه أبو العلاء المعري بتكلم عن سهيل، لكن أيضا هناك قصة الثريا التي يحكيها عمر بن أبي ربيع الشاعر المكي المعروف، كان يحب فتاة اسمها ثريا، ثم إن أهلها شكوه إلى الوالي لما وجدوا منه من تعرض لابنتهم كلما مرت في الطريق، فنفاه الوالي إلى الطائف. وهناك سمع عمر ابن أبي ربيع أن أهل ثريا حبيبته يعني قد زوجوها لفتى من اليمن اسمه سهيل، فأنشد قائلا أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله، أنا يلتقياني، هي شامية إذا ما أطلت وسهيل إذا أطل يمن. لاحظوا هي شامية، ثريا هون فوق وسهيل يمان، فكيف زوجتم سهيل للثريا اللي هي طبعا حبيبته؟ فكان سهيل متزوج الثريا، يعني مش بس متزوج الجوزاء، يعني متزوج انتين. لذلك أنا أقول هنا سهيل وزوجتاه، ربما أنه طلق الأولى وبعدين راح الزوج الثانية، يعني تخريج ربما نخرجها سريعا. قفزات الظباء، هناك أيضا العرب تخيلت أن هناك الأسد زأر زأرا يعني بصوته، فقفزت الظباء قفزة ثم قفزة ثانية ثم قفزة ثالثة، ثم وردنا الحوض
آمنات من شر ليث الغاب ناجيات فبقيت آثارها على الثرى، اللي هي القفزة الأولى، القفزة الثانية، القفزة الثالثة، لذلك حذفت كلمة قفزة وبقيت الأرقام أولى ثانية ثالثة. من وين جاءت هذه الأولى ثانية ثانية؟ من قصة القفزات، كمان قصة قبل أن هذا النعامات. هذه بهمني جدا تعرفوا أنه العرب عندهم نعامات، النعائم أكثر حيوان وأشهر حيوان الآن انقرض تقريبا منه النعام العربي للأسف. لاحظوا نص السماء نعامات، وذكروا النعام اسمه الظليم دليم، وعش النعام اسمه أدحي النعام، وبيض النعام وقشره يسمى البيض والقيض، ماشي، وفراخ النعام تسمى الريال. لاحظوا هذا بس أحكي لكم الآن. وعند القوس هنا نهر المجرة، يعني هو مركز المجرة، وهذه تسمى النعام الواردة لأنها وردت نهر المجرة لتشرب منه، وهذه النعام الصادرة لأنها صدرت عن النهر بعد أن شربت منه. اقرأوا معي: نعام الوارد همال وارد، نعام الصادر صادرة، كلمة صادرة واردة. لاحظوا هنا أدحي النعام، هي أدحي ثاني اللي هو عش النعام. هنا الظليمان، الظليمان اللي هي ذكر النعام، الظليمان. لاحظوا موزعة كثيرة، وتسمى الأدحي وتسمى القلادة وتسمى أيضا قلائص، هذه الأشكال. آخر إشي أنهيت دكتور أبا عامر، بس دقيقتين لأنه هذا آخر إشي يعني. ثم العرب عرفت النجوم ذات الأسماء الزوجية وقرنت بينها، كما ذكرت لكم الفرقدان، وهما ألمع نجمين قريبين من النجم القطبي الفرقدان، وكل أخ كما يقول الشاعر، وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. هذا الفرقد يطوف على طول، وسمي الفرقدان. طلب مني أحد الإخوة في بداية المحاضرة بالشات، قال لي ليش اسمه أنور الفرقدين وأخفى الفرقدين. الكوكب الآن هذا يسمى أنور الفرقدين، يعني واحد منهما، لاحظوا هذه الصورة الحقيقية، هذا اسمه أنور الفرقدين لأنه ألمع من أخيه، فيسمى أنور الفرقدين وأخفى الفرقدين. الاسمين هذول نقلا هنا إلى أنور وأه أهفى. أهفى قصتها بسيطة جدا كما قال لي باول كونيتش. باول كونيتش هذا رجل عجيب يعني، قال لي المصحفون أرادوا أن يكتبوا كلمة أخفى بالحروف اللاتينية، فما وجدوا حرف خاء، فراحوا كتبوا أهفى ووضعوا نقطة فوق الإتش، فصارت إتش فوقها نقطة. جاء الذين بعدهم ليقرأوا بس ما بيعرفوا أنه في إتش فوقها نقطة بمعنى أخ، فاعتقدوا بأنها L and I يعني L و I، فراحوا كتبوها أليفة، فصار هذا النجم اسمه أهفى وأليفة. فهناك نجوم اسمها يعني نجم أليفة. ثم أعطي النجم اللامع اسم كوكب، أي كوكب، وأعطي النجم أخفى الفرقدين اسم فرقد. لاحظوا هذه قصة أنور الفرقدين، أخفى الفرقدين، كوكب وفرقد، وهذه لذلك سمي الفرقدان. وهناك كفة ثريا كما ذكرت لكم، الكف الخضيب وهي ذات الكرسي، وأعطي الاسم كف لأنها من كف ثريا الخضيب، يعني ثريا شبهت بفتاة لها كفان إحداهما خضيب لأنه معناها نهر المجرة مليء بالنجوم. لاحظوا هنا عاتق الثريا، منكب الثريا، مرفق الثريا، كف الثريا، وكف جذماء أي قصيرة مشلولة، قصيرة ليس فيها نجوم، لذلك سمي كف الجدمة، هذا الاسم بالإنجليزي كف الجدمة. آخر إشي برج الأسد أو الذراع المبسوطة والمقبوضة، هذا برج الأسد عند العرب، وقد احتل 7 كوكبات إغريقية، من العواء للعذراء للهلبة للأسد للسرطان للتوأمين للكلب الأصغر، هذا هو الأسد العربي كبير. لذلك لما مد ذراعيه كانت هذه الذراع المقبوضة عند الكلب الأصغر، وكانت عند رأس التوأم المقدم المؤخر الذراع المبسوطة، لذلك وجدنا كلمة مبسوطة ومكبوضة وهما ذراعا الأسد. أخيرا هذه آخر سلطة للعربي، فضل السبق في أسماء النجوم في أطالسنا،
ولأصحاب الأطالس والكرات السماوية والأسطرلابات الفضل الأول في ذلك، إذ لولاهم لما عرفت أوروبا سماءنا ولا نجومنا ولا ما كنا وجدناها مطبوعة اليوم ومحفوظة يرددها كل فلكي وهاو للفلك مهما كانت لغته أو منبته من الأرض. فالجوزاء هي الجوزاء الجوزاء، والدبران هو الدبران الدبران، وستظل أعداد نجومنا تتألق وتزداد كي تبقى قبة السماء تتكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا وشكر الله لك أستاذ هاني الضليع على هذه المحاضرة الكافية الوافية التي أطلعتنا بها على النجوم والكواكب التي سميت بأحرف العربية، فكانت حقيقة قبة السماء تتكلم العربية. ومع مداخلين الكرام نبدأ مع الدكتور جلال الدين خاندي صديقنا وحبيبنا، فليتفضل بخمس دقائق دكتور جلال. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كل الشكر لأخينا هاني على هذا العرض الحسن والتفصيلات النافعة. أنا عندي سبع ملاحظات سوف أذكرها. بداية الملاحظة الأولى وهي شكر للأخ هاني على وفائه لأستاذ عبد القادر العابد ولأساتذة الآخرين. منبه الإخوان الشباب الحاضرين معنا، الوفاء للأساتذة وسمة حضارتنا وسمة ديننا وسمة علمنا في النتيجة. الوفاء للأساتذة كما علمنا شعراؤنا، أنا علمني حرفا كنت له عبدا، فأرجو أن يتمثل الأخوة الشباب أن الوفاء للأساتذة أمر مطلوب، وحسنا فعل أخينا هاني في وفائه لدكتور عبد القادر عابد رحمة الله عليه. النقطة الثانية، الملاحظة الثانية أيضا متعلقة بالأخ هاني. تنبهوا إخواني الشباب خاصة، أصل اهتمام الأخ هاني كان هواية في الجمعية الفلكية الأردنية، ثم انتقلت هذه الهواية إلى أن كانت دراسة وتخصصا وقد تكون مهنة. بمعنى انتبهوا أن الإنسان أكثر من تعلم الهوايات، لأنها في النتيجة قد تقود إلى دراسات وإلى تخصصات وإلى مهن في النتيجة قد لا تخطر على بالكم. الهواية ليست عبارة عن تزيية وقت أو إضاعة وقت أبدا، الهواية قد تقود إلى أعمال نافعة وإلى دراسات وتخصصات. النقطة الثالثة، الملاحظة الثالثة المتعلقة أيضا في الموضوع، طبعا هو قدم الأخ هاني في بداية حديثه أنه عمنا نتكلم عن نجوم ونرجو أن تكون يعني في سبيل الله. نعم إخواني، هذه أؤكده في حديث شريف صحيح، وأنا كنت أقوله دائما، أنه ما يسمى الحديث الشعار في كل الفلك والفلك الشرعي خاصة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين يرعون الشمس والنجوم والأظلة لذكر الله. رعاية النجوم، رعاية الشمس، رعاية القمر، رعاية الأظلة، هذا يجعلنا من خيار عباد الله. فهذا الاطلاع، هذه الهواية، هذا التتبع ليس تتبعا ثانويا، وإنما هو من جملة عباداتنا. بل يقول النبي إن خيار عباد الله، نعم ليسوا عبادا عادين، هم خيار وعباد الله الذين يرعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة ذكر الله. الملاحظ الرابع إخواني، بدي أترحم على أخينا عبد القادر عابد رحمة الله عليه، كان من خير الإخوة صدقا واستقامة وحرصا، صحبناه لسنوات عديدة في الجمعية الفلكية الأردنية وكانت له بصمات واضحة. أنا بس أذكر شيء متعلق بالأخ عبد القادر، الدكتور عبد القادر رحمة الله عليه. كتابه كما وصفه صاحبنا هاني كتاب نفيس، مقدماته التي تتجاوز 100 صفحة عبارة عن تأريخ للعلوم ولترجمتها ولأحوالها الفلكية بشكل خاص. طبعا أوصي كل إخواني الشباب الذين يهتمون بالعلوم وتاريخها، وأصبح اليوم تاريخ العلوم جزءا من العلم وليس أمرا ثانويا، الكتاب في مقدماته التي تنوف على ثلثه تقريبا
هو في تاريخ نقل العلوم ونقل علم الفلك والتسمية وما شابه ذلك، والكتاب كما قال أخاني موجود على الشابكة، ويعني حبذا لو نزلتموه وتعلمتم منه الشيء الكثير. وضعت الثانية النقطة الثانية المتعلقة بالدكتور عبد القادر عابد. يا أخي الدكتور عبد القادر عابد هو من الصنف الذي سوف أذكره، يعني كل المشتغلين بقضايا الفلك شغلتنا ثلاث قضايا، ثلاث محاور، أغلبنا ممن أبدع في الكتابة وأبدع في التأليف اهتم بالثلاثة. أولا تاريخ العلوم، ثم الإعجاز القرآني في الكتاب والسنة، ثم ما يسمى الفلك. هذه الثلاثة مترابطة. الدكتور عبد القادر رحمه الله كان مهتما بتاريخ العلوم، كان مشاركا في ايش؟ في جمعية تاريخ العلوم، وكان مهتما بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وكان ايضا مهتما بالفلك كما تعرفون. هذه الثلاثية دائما مترابطة، وهي التي تقود الى الإبداع في التفكير والكتابة. من يجهل التاريخ، تاريخنا نحن، تاريخنا العلمي، لا يستطيع ان يكتب كتابة إبداعية. ومن يجهل في النتيجة اللمسات القرآنية المتعلقة، وبتعرفوا في عندي 1000 آية تقريبا في القرآن الكريم تتناول قضايا كونية في النتيجة، كما يقول فقهانا عندي الآيات الأحكام لا تتجاوز 500 آية، صنف فيها العلماء عشرات ومئات الكتب، أما الآيات الكونية فلم تعطى حقها من التفسير وما يسمى التبياني. فيعني أمر هذا مهم، وطبعا اهتمام الفلك اللي هو جزء أساسي إيش من تاريخ العلوم. هذه الثلاثية احفظوها يا إخواني. شفتوا إنسان مبدع متفوق بده يكون يشتغل بالتاريخ، تاريخ العلوم، مقصود تاريخ علومنا نحن التي أنجزناها، وبده يهتم إيش بالإعجاز العلمي، لأنه في النتيجة كتابنا رب عز وجل يعني ترك فيه بصمات واضحة تسمح لنا بيش بتلمس الإعجاز وطبعا الفلك. النقطة السادسة مع وقت الساعة يعني أبو دقيقة سيدي دقيقة ماشي. النقطة أنا لاحظت في كتاب الدكتور عبد القادر يتكئ بشكل أساسي في التأريخ للنجوم وأسمائها على كتاب من قتيبة الدينوري المتوفى في 270 للهجرة. إخواني انتبهوا لهذه القضية، عصر التدوين عندنا سابق لل 270، بدأ في منتصف القرن الثاني. هذه نقطة. النقطة الثانية، ثقافتنا نحن كانت شفهية تنقل شفاها وليست تنقل كتابة، بالتالي في كان عندي ثقافة فلكية واسعة يتنقلها الناس شفاها. كما لاحظتم ابن قتيبة على ما اعتمد؟ على الأعرابي الذي يحفظ الأمور شفاها، ما وجد كتاب. إذن بالتالي اللي بدي أقوله أن نعتمد على هذا الكتاب باعتبار كتاب محقق وموجود بين أيدينا. نحن عندما نبحث عن المخطوطات المتعلقة بموضوع النجوم ما قبل 270 قد نعثر على كتب أو على مخطوطات سابقة لهذا التاريخ قد تضيء لنا جوانب الموضوع بشكل كبير جدا. هذا فضلا عن الثقافة الشفهية التي سوف نتلمسها في كل ما كتب من معاجم ومن كتب في النحو ومن كتب في الفقه، تلاحظوا في لمسات متعلقة بالنجوم. النقطة الأخيرة اللي بدي أذكرها أيضا اللي هي الله يجزي الخير الأخ هاني أيضا لفت النظر إليها. شوفوا إخواني ربنا يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصص متعلقة بتسمية النجوم أهمية البالغة. لماذا يا أخي؟ أنه أصبحت مصدرا من مصادر التاريخ غير المكتوب. يعني أول كتاب في التاريخ وفي النتيجة كتاب الإمام الطبري المعروف تاريخ الطبري، لكن في عندي ثقافة شفهية عمال تتداول سابقة على الإمام الطبري في القرن الثالث الهجري في النتيجة. هذه إيش؟ قصص تسميات النجوم توحي بالثقافة السائدة في فترات الجاهلية وفترات بداية الإسلام. نتلمس منها مصادر للكتاب التاريخي أو مصادر للمعرفة التاريخية، فبالتالي أهمية بالغة وإثارة ليست من فضول المعرفة أبدا، هي من لب المعرفة، لأنها توضح لنا التاريخ حيث لم يكتب ذاك التاريخ كان تاريخا مقولا بالمشافة. كل الشكر يا أخي الخاني على ما قدمه، وأقرأ الفاتحة على روح الدكتور عبد القادر عابد رحمة الله عليه، وعلى أيضا يعني رائدهم في الفلك الدكتور
غاب عن اسمه البدر بدر عبد الرحيم رحمه الله عليه، او لا يجب ان نذكرهم يا اخي لانه فعلا اعلام في تاريخ فلكنا المعاصر. جزاكم الله خيرا وعزيزه للاطاله والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا دكتور جلال الدين خاندي على هذه المداخله الكريمه. اخذ من الدكتور سعيد صباغ 5 دقائق ايضا، تفضل دكتور سعيد. جلال. الله يبارك فيك، ما شاء الله مداخله طيبه استدل بها ان شاء الله عز وجل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحيتي للأستاذ هاني ودكتور جلال للكل. بدي أضيف إضافة سريعة من فؤاد سيسكين، جملة له كانت أنه حاليا تاريخ العلم هو تقريبا ما يقارب 2500 سنة قبل الميلاد، بس الإشارات اللي عنا بتدل على ما يقارب ضعف هالرقم هذا في التاريخ، يعني ممكن يوصل لـ 5000. حالياً عم نشتغل عليها وعم نكتشف كتير أشياء بالنسبة لعلم الفلك. مثلاً التقسيم البابلي اللي هو 360 درجة أصله بابلي، 28 منزلة للقمر هي إجت من 7 × 4 أيام الأسبوع، لذلك منازل القمر عند المسلمين هي سليمة يعني، أو بالإسلام هي فعلاً بتتوافق مع الشهر القمري اللي هي 27 يوم ونص، ضل يومين مختفي بصير 29 يوم ونص، فبيصير هو عدة الشهر القمري، لذلك الشهر القمري بيكون أما 29 أو 30. الشيء اللي عم بطلع معي أيضا أنه لما نحن بنحكي على الأغريق، فنحن ما أصنع الأغريق اللي هن في اليونان، أصنع الأغريق اللي في مصر لما احتلوا مصر واكتشفوا العلوم الموجودة فيها، وأيضا الفرس عدة فترة كمان احتلوا مصر، فلذلك الحضارات كلها بتتقاطع ببلدين، ببابل وبمصر. الآن الدراسات اللي عم بعمل فيها عم برجع فيها كلها للآثار المصرية والبابلية، وفعلا يعني عم نكتشف أنه كتير أشياء معروفة بزمن كبير جدا بما فيه علم الفلك، معروف عند القومين بشكل كتير واضح. في أشياء تانية لاحقا حسكرة، بس النظام العربي للنجوم السماء فريد من نوعه، فهو اللي حكى عنه كتاب الأنواء لابن قتيبة الدينوري. البيروني ما كان بيشوف هالكلام، هذا كان ضده، أنه يعني كل الشعوب اهتمت في النجوم ليس فقط العرب. هالنقطة هي ما سليمة، لأنه فعلا كانوا العرب متفوقين جدا ببعض التقانات الموجودة عندهم، ونتيجة إلى كان أفضل ما تم تحريره بالتاريخ التراث الإسلامي هو مرصد إسطنبول، آخر مرصد اللي هو قائم على التراث العربي، بدأ من التراث العربي مع كل الأنظمة الأخرى والحضارات الثانية. شكرا. جزاك الله خيرا دكتور سعيد على هذه الإضاءة الكريمة. نأخذ من البروفيسور دكتور مشهور الوردات، تفضل دكتور مشهور 5 دقائق صين. صوت صوت لا يوجد صوت. لا يوجد صوت. بإمكانك تخرج. نعم تخرج من البرنامج وتعود، ربما يصح الحال. نعم نأخذ من الدكتور قيس العمري ريثما يعود إلينا الدكتور مشهور الوردات، تفضل دكتور قيس. بداية السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور صديقي وزميلي دكتور هاني الضليع على هذه المحاضرة القيمة. نعم نحن بحاجة إلى أن نقرأ التاريخ مرات ومرات، وخاصة أن التاريخ العربي والإسلامي زاخر بهذه المعلومات وهذه العلوم وعلم الفلك بشكل خاص،
وكما ذكر أن القرآن الكريم هناك العديد من الآيات القرآنية تدعو للتفكر بهذا الكون وبهذه المكونات هذا الكون من نجوم ومن كواكب ومن الصغيرة من الذرة حتى المجرة، وهذا معروف لدينا ومطلوب منا أن نتأمل ونعلم أبنائنا هذه العلوم. كانت لي أو أود أن أذكر ملاحظة أخرى، بأنه يا ريت أن المناهج التدريسية في المدارس تدخل مثل هذه المعلومات وهذا العلم في المدارس. طبعا أكيد أنا متيقن بأن 90% من طلبتنا لا يعرفون عن الفلك الإسلامي أو دول العرب أو الدور العرب والمسلمين في علوم الفلك، ليس فقط في علوم الفلك حتى في العلوم الأخرى، يعني نادر جدا ما تعرف أو ما يدرس أو ما يعلم المدرس الطالب مثلا قوانين ابن الهيثم في البصريات، كلنا يعرف أنها قوانين سنيل على سبيل المثال أو قوانين، أو حتى أنا عندما أدرس الطلاب في الجامعة لا أقول قوانين ابن الهيثم، لأن قد تكون يعني ضرب من الخيال أن تعيد إلى التاريخ إلى مساره الحقيقي. طبعا أنا أشد وأثني على أقوال ومحاضرة الأستاذ هاني على هذه المعلومات القيمة، وكذلك أثني على تمجيده وذكره لمناقب علمائنا مثل الدكتور عبد الرحيم بدير والدكتور عبد القادر عابد والدكتور علي عبنده، ويا حبذا أن يتم إعادة تاريخ وإعادة طباعة هذه العلماء أقوال هذه العلماء ومؤلفاتهم وإعادة نشرها. طبعا كثير من كتب وبالذات كتب الدكتور علي عبنده ربما أنها غير موجودة. وأضف إلى ذلك يا ريت أن يكون هناك تعاون ما بين جمعية علوم تاريخ العلوم والجمعية الفلكية الأردنية وكذلك الاتحاد العربي للعلوم والفضاء والخارج لإحياء هذه العلوم وإخراجها على الطريق الصحيح، وكذلك يعني كما يقال من لا ماضي له لن يكون له مستقبل، لذلك حتى نبني مستقبل زاهر وواعد لابد أن نبني لبناتنا على هذا التاريخ القديم العريق الطويل الذي قد تكون جميع الحضارات سواء عربية أو غربية قد بنيت على هذه البنات، ولكن للأسف الشديد لولا وجود بعض المستشرقين لمات الكثير ولماتت واندثرت الكثير من العلوم الفلكية. فشكرا جزيلا للأخ هاني ولجميع الذين أتحفونا بمداخلات حول هذه العلوم القيمة والمهمة جدا، شكرا جزيلا، وإن شاء الله أن يكون لك محاضرات قادمة في هذا الموضوع وبطريقة أوسع وأشمل ومشاركة من زملائنا وعلمائنا زي الدكتور جلال والدكتور سعيد في هذا المجال، وهم طبعا بلا شك أكثر منا ضلاعة في هذه المواضيع. شكرا جزيلا، أترك المايك لزميل الدكتور مشهور. شكرا دكتور قيس، بارك الله فيك. حياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا، نشكر الأستاذ هاني على هذه المحاضرة الرائعة وعلى الثناء الذي ذكره بخصوص أخونا المرحوم مؤلف الكتاب الدكتور عابد، وحقيقة ما ذكره الأستاذ هاني يجب أن يوثق على الصفحات الأولى للكتاب، لأنها شهادة حقيقة نعتز ونفتخر بها وتثري الكتاب أيضا، فأقترح إضافتها إلى الكتاب المطبوع هذه، ولو كتبت هيك بصفحة مرتبة أو صفحتين بيكون شيء جميل جدا، لأنه نقدر حقيقة نقدر الأستاذ هاني بهذا المجال ونشهد له بطلاعته في أسماء النجوم العربية، و لا أحب أن أسميها قصص، هي أساطير ربما تكون أكثر من قصص، ميثولوجي نتكلم بها. وتكلمت في محاضرة في إكسبو 2020 قبل أيام في الجناح الأسترالي عن محاضرة، وطلبوا مني حقيقة أن أركز على الميثولوجيا العربية، تفاجأت أنه لما وصلت لهناك أنه كان في أيضا محاضرين اثنين آخرين، واحد من نيوزيلندا وواحد من تشيلي، كل تكلم بتراثه حتى أدخلوا لغاتهم المحلية في المحاضرة،
ونوع من الغناء والرقص في المحاضرة وقصص متعلقة بالنجوم يذهلك هذا الشيء، أنه لسنا الشعب الوحيد أو الأمة الوحيدة التي تمتلك مثل هذا التراث، ولكن ينقصنا صراحة إثراء والمحافظة عليه. ليس من باب أنه أنا والله بدي نبش التاريخ وأذكر تاريخ، التاريخ لن يجدي نفعا في المستقبل، ولكن للمحافظة على هذا التراث ولإدخاله بتقنيات حديثة، يعني إدخاله مثلا في ستيلاريوم أو في ستاري نايت، هذا شيء رائع جدا لما دخل ستيلاريوم وستاري نايت. نعود إلى الاتحاد الفلكي الدولي، ولما بدهم يسموا، لما راح يسموا الكويكبات الآن أو الكواكب القزمة، بدوروا على أسماء، أول ما بيطلعون بيعطوك إكس وبعطوه رقم، بينزلوا المسمى ويطرح المسمى على بعض العلماء وبيرجعوا يبحثوا بأسماء الآلهة القديمة، فصاروا يجيبوا أسماء آلهة من يورينوس وبلوتو، وهذه كلها أسماء آلهة. فالأولى والأجدر أن تستخدم الأسماء التي عرفت فيها هذه الكواكب والنجوم عند الشعوب الأخرى مثل الشعب العربي قديما وفي الجزيرة العربية وحتى في بلاد فارس وكل المنطقة المحيطة. لذلك يقع على عاتقنا جميعا نشر هذا العلم إلى العالم، ليس فقط أن يبقى ضمن اللغة العربية، نحن نستطيع أن نقرأ اللغة العربية لكن غيرنا لا يستطيع ذلك، لابد من نقله إلى العالم. وأنا يعني بحث جهود الإخوة من الجميع، من كل من يسمعني من هذه المنصة، أنه كل واحد مننا بيقدر يساهم بشيء. لو كل واحد نشر بيبر واحد أو تو بيبرز بهذا المجال باللغة الإنجليزية وكلنا الحمد لله متقنين لها، ننقل هذا العلم إلى العالم. فأنا مستعد أساعد وساهم، وإن شاء الله يعني سنشترك أنا والأستاذ هاني في شيء من هذا القبيل، وعلى استعداد أنه نشترك مع الكل. المجال رحب بواسع، شو ما بدك تشتغل شغل كثير، وما زالت المخطوطات مثل تفضل الأستاذ سعيد والدكتور جلال، وأنه في عندنا مخطوطات ما زالت لم تفتح بعد. يا سيدي الكريم، عندنا إن شاء الله من مدير دائرة المخطوطات أو مؤسس دار المخطوطات في إسطنبول الدكتور فيصل الحفيان، غرة العام القادم محاضرة قد اتفقنا عليها، تراثنا المغيب أو الغائب، ويثبت بها ويجلي بها أن الكثير من تراثنا وتاريخنا ما زال طي المخطوطات. نعم، وهنا يقع العمل على عتق طلبة دراسات عليا في قسم التاريخ، قسم التاريخ. المخطوطات موجودة عندنا هنا في الشارقة، عدد كبير من المخطوطات، وأنا بدأت أبحث يعني، لكن البحث بحد ذاته ليس بالشيء السهل، إنك تدور على مخطوطة، وبدنا نحاول نلاقي تاريخها ربما يكون قبل 270 أو حتى بعد 270، هل هذه حققت أم لم تحقق، هل فيها شيء فعلا. الكتاب يا سيدي عندنا يوم الأربعاء كل أسبوعين درس دوري أو محاضرة دورية مع الدكتور بلال علوان، وهو مختص في علم الحديث، أظهر لنا أن الكتابة بدأت في عهد النبوة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الكتابة، وأبرز عددا كبيرا ممن تعلموا الكتابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبوا في عهد النبوة كعبد الله سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عنده صندوق كبير كلما أراد أن يقرأ أخرج الصندوق، وكبر الصندوق يوحي إليه أن الكتابة التي كانت عنده كانت كثيرة وكثيرة ويلزمها صندوق كبير، لأن الكتابة كانت على جلود أو على ما شابه ذلك، ويلزمها وعاء كبير يتسعها. أريد أن أخذ من أول الداخلين على المحاضرة لو سمح خاطركم، محمد الميقاتي. جزاك الله خيرا دكتور مشهور. الله يبارك فيكم، وشكرا على هذا التنظيم الرائع، ما شاء الله عليكم. الله خليكم. أستاذ محمد ميقاتي، وإن لم يكن جاهزا دكتور محمد القدومي. نحن أخذنا من الدكتور عيسى القدومي في الوقف الإسلامي واختصاصه، فقد يكون ناني على نفس المكان أو نفس العائلة.
عيسى صوفان القدومي في الكويت ومن أصول أيضا. دكتور جلال حضرتك وين حاليا؟ عفوا وين مقيم؟ أنا أولا أريد أن أحيي الأخ الدكتور مشهور طبعا صاحبناه لفترة طويلة من الزمان. أنا طبعا تعرفوا هجرنا من بلدنا سوريا والآن حاليا في تركيا في غازي عنتاب ودرس في جامعة غازي عنتاب. يعني والله كي يعيدنا لبلدنا وإن شاء الله السلامة. نتصل فيكم ونشتغل سوية في ما ذكرتموه. نحن أعود وأؤكد أننا اتفقنا مع الأستاذ الدكتور فيصل الحفيان مؤسس دار المخطوطات في اسطنبول وهم عندهم مؤتمر أعتقد يوم الأربعاء، اتفقنا معه على محاضرة هنا على منصة البيت الحمصي 1 كانون 2 يوم السبت مساء يوم السبت الساعة 9 بعنوان تراثنا المجهول. جميل لو سمحت. بارك الله فيكم دكتور محمد القدومي محمود القدومي عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يعطيكم العافية. بداية يعني أود توجه بالشكر الجزيل إلى البيت الحمصي اللي حقيقة واضح من يشرف عليه مدى الحرص على يعني إعادة إحياء تراثنا العربي الإسلامي، واللي هو بالفعل يعني يعني راح يكون مصدر أو بذرة لبداية نهضتنا القادمة بإذن الله تعالى. كذلك أنا أود توجه بالشكر للأستاذ هاني، يعني حقيقة اللي دائما وأبدا يعني بنجد في الطليعة في لمثل يعني هذه المحاضرات التوعوية والتثقيفية على مستوى وطننا العربي. حقيقة يعني أنا ما يعني كملخص يعني ما وجدت قوله أن الحضارة العربية الإسلامية يعني بكل معنى الكلمة تستحق التمحيص والدراسة بكل دقة لما لها يعني من أثر كبير جدا على عصر النهضة اللي هو كان بداية عصور الألم والنهضة في أوروبا. فالحضارة العربية هي فعلا علاقة الوصل، يعني قد يعني لولا الحضارة العربية لتأخر ما وصل الغرب إلى ما رأيناه من نهضة امتدت إلى حد الآن. شكرا جزيلا لكم، هذا ما وجدت قوله. بارك الله فيكم دكتور محمود على هذه الإضاءة. هل قريب لكم الدكتور عيسى صوفان القدومي؟ والله حقيقة أسمع به لكن هو مختص في موضوع الوقف الإسلامي بشكل عميق ومتبحر من عهد النبوة إلى الآن، وقد استضفناه بمحاضرتين كانتا حقيقة تديان شيئا عظيما في هذا المجال في هذا المضمار. بارك الله فيكم. ختاما أشكر محاضرنا الكريم الدكتور الأستاذ هاني الضريع على هذه المحاضرة القيمة قبة السماء تتكلم العربية، فبارك الله فيه وجعله وجعلها في ميزانه. وشكر موصول للمداخلين جميعا الدكتور جلال الدين خانجي، الدكتور قيس العمري، الدكتور مشهور الوردات، والدكتور سعيد الصبار، والدكتور محمود القدومي، وجميع الحضور. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء متجدد على منصتكم منصة البيت الحمصي. البيت الحمصي بيتكم، والبيت بدونكم لا يكون بيتا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإلى لقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.